ضيوفنا النهارده ايجابيين، مسؤولين ايجابيين، سواء تنفيذيين او تشريعيين فهم مسؤولين ايجابيين. بنرحب بدكتور عبلة عبد اللطيف، رئيس المجلس التخصصي للتنميه الاقتصاديه التابع لرئاسه الجمهوريه ومؤسسه مبادره وظيفتك جنب بيتك. اهلا وسهلا دكتوره. اهلا. الدكتور عبلة عبد اللطيف، رئيس المجلس التخصصي للتنميه الاقتصاديه، تعمل استاذا بالجامعه الامريكيه، عضو اللجنه التنسيقيه بين البنك المركزي والحكومه، شاركت في وضع دستور كعضو بلجنة الخمسين، حصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا، مؤسس مبادرة وظيفتك جنب بيتك. وبنرحب بسيادة النائب خالد يوسف، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر شكر التي شهدت تنفيذ المشروع في عدد من القرى التابعة لها والمشرف على تنفيذ المبادرة. اهلا سيادة النائب. اهلا بحضرتك. خالد يوسف، خريج كلية الهندسة عام 1990، مخرج سينمائي شهير، عضو مجلس النواب، مشرف على مشروع وظيفتك جنب بيتك التي تهدف لخلق فرص عمل للشباب. فقرتنا النهاردة هنناقش فيها مبادرة مهمة جدا تم تطبيقها مؤخرا في بعض مناطق محافظة القليوبية. المبادرة دي اسمها وظيفتك جنب بيتك، يعني بالبلدي كده شغلك جنب البيت، لا انت مضطر تسافر وتروح العاشر ولا السادات ولا الكلام ده، ولا تبعد عن اسرتك عشان تضطر تلاقي وظيفه. عايز تاكل عيش وعايز وظيفه، المبادره الوظيفه جنب بيتك نموذج جميل للتعاون المثمر والبناء بين جهتين، واحده منهم تشريعيه والتانيه نقدر نقول انها تنفيذيه. النموذجين دول كل واحد فيهم قام بدوره علشان المشروع يقف على رجليه، عشان المشروع يوفر فرص عمل حقيقيه. بنرحب بالقائمين على اعداد وتنفيذ مبادره وظيفتك جنب بيتك. اهلا وسهلا. اهلا دكتور. اهلا. وفقا لمبدا ليديز فيرست هنبدا بدكتورة عبلة. ايه قصه المبادره؟ مبادره وظيفتك جنب بيتك مبادره عمرها 5 سنين، بس هي ما شافتش النور غير في الفتره الاخيره دي. وبدايه فكرتها ابتدت من وجود مشاكل في صناعه الملابس الجاهزه، ان هم مش عارفين يلاقوا عماله، في احجام من الشباب ان هم يروحوا المناطق الصناعيه علشان خاطر المسافات بعيده، وحتى لو المرتب مجزي مش هوش كافي عشان يقدروا يبتدوا حياه. فابتدت فكره ان احنا نحاول نقرب المصانع من اماكن سكنهم. والحقيقه اللي خلى الفكره دي ان هي توصل لحيز التنفيذ ان احنا ابتدينا بقى على ارض الواقع مع الاستاذ خالد، كان في حمله عشان خاطر نبتدي نوظف الشباب في الريف، فنزلنا على مستوى القرى ونزلنا لمركز كفر شكر وقربنا منهم. فاتضح ان احنا لو عملنا المصانع دي فعلا هنفيد جامد جدا، هنحل مشكله احجام مروح الشباب للمصانع، وفي نفس الوقت هنخلي الشباب في الريف يقبلوا على ان هم يشتغلوا على المصانع. فكان فيها يعني تقريبا المسافتين دول من بعض، ومن هنا بقى جت البدايه. جميل. طب سياده النائب، ايه الصعوبات بقى اللي واجهتكم في بدايه تنفيذ المشروع؟ لا، صعوبات عديده، يعني صعوبات في اقناع الشباب نفسهم بالمشروع، لانه يعني عايز اقول لك ان في مشهد كده دال حضرته انا والدكتور عبلة والسيد المحافظ رضا فرحات، كان محافظ الاغذيه في وقتها، قعدنا مع الشباب بعد ما جبناهم ودربناهم وكده، وبنقول لهم بقى انتوا هتبقوا ملاك هذا المصنع، حوالي حاجه و50 شاب، كل 4 شباب هيمتلكوا مصنع يعني وهيشغلوا، وهتاخدوا قرض من البنك وهتسددوه، واحنا ضامنين لكم، وهنشرح لك احنا ضامنين لهم كل الضمانات الممكنه. فالولاد قلقوا، قالوا لا انتوا عايزين تحبسونا. الانطباع الدائم ده ان قرض يعني يبقى انتوا عايزين تحبسونا. فالدكتور عبلة كلمتهم والسيد المحافظ كلمهم وبرضه لسه قلقانين. فانا كلمتهم قلت لهم في وقتها، قلت لهم انتوا لكم حق ان انتوا تقلقوا، والارث اللي احنا شفناه عبر 30 سنه تخليكم تقلقوا، بس انتوا ناسيين ان في ثورتين حصلوا، وناسيين المشروع ده الراعي الرسمي بتاعه هو الرئيس السيسي نفسه، اكيد الرئيس السيسي مش عايز يحبسكم يعني. فيعني لو انتوا واثقين ان الرئيس السيسي عايز يحبسكم يبقى خلاص، يبقوا ما تمدوش. واطمئنوا بقى على كده. اطمئنوا الى حد كبير. انا بقول لك المعوقات، انا بقول لك حتى النفسيه، الحاجز النفسي، حتى الحاجز النفسي. لا، المعوقات طبعا الاساسيه كانت اقناع السلطه التنفيذيه
بكافة مراحلها بقى، من اول حتى قطاع البنوك، ما دي مش سلطه تنفيذيه بس، البنك الاهلي والدكتوره عبله تكلمك الجهد اللي هي عملته عشان تقنع البنك الاهلي، بتتكلم على المحافظه ان انت تقدر تقنع المحافظ ان هو هيسيب لك حته ارض 1000 متر في كل قريه عشان تعمل عليها المصنع، ويكلف المصنع يبنيه بحوالي 1,000,000 جنيه، ما عندوش في المحافظه الفلوس دي فهياخد قرض هو كمان. يعني المحافظه هي اللي بتمول، مش مثلا مش البنك مول يعني المبنى بدايه، تمويله من المحافظه. انا عايز اقول لحضرتك مفيش حد دفع جنيه. بمعنى ايه مفيش حد دفع جنيه؟ بمعنى انه في المرحله اللي احنا عملناها ده صحيح ان محافظ القليوبيه دفع الفلوس من صندوق المحافظه، بس النموذج اللي عملاه الدكتوره عبله عاملاه على ان الدوله ما تحملش جنيه والشباب ما يتحملوش جنيه، وهي عباره عن ان انت بتاخد قرض من البنك، انا كشباب 4 شباب باخد قرض من البنك بثمن المكن اللي انا بحطه. المحافظ بيديك الارض اللي هي تابعه للدوله، بياخد قرض يبني عليها المصنع اللي هو بحوالي 1,000,000 جنيه هو كمان. انا بشغل المصنع وبجيب له الراعي اللي هو 1,000,000 جنيه. ده المبنى بس ولا مبنى بمكن؟ المبنى بس، المكن بمليون، حوالي 1,000,000، اقل من 1,000,000 شويه، والمبنى 1,000,000. كويس؟ كل واحد كده عليه 1,000,000، الشباب عليهم 1,000,000، والمحافظ عليه 1,000,000 او المحافظة عليها 1,000,000. لمين؟ للبنك. طب هنجيب الفلوس دي منين؟ الشغل نفسه لما احنا ضمننا لهم وجبنا احد رجالات الصناعة عشان بس يكذب رؤيتي في الحياة ان كل رأسمالية هي رأسمالية مستغلة، في رأسمالية وطنية. فالمهندس فاضل احد النماذج الرأسمالية الوطنية اللي راعى المشروع. لا نقف عندها دي بقى، المهندس فاضل مرزوق، عشان انا شايف انتوا في يعني حاله امتنان شديده لهذا الرجل، لانه هو صحيح مش خسران لكن ممكن ما يعملش الكلام ده. يعني ايه الدور اللي هو قام بيه؟ الدور اللي قام بيه هو مضى بروتوكول مع المحافظه ان هو هيسوق لنا المنتج ده على مدار 3 سنين يشتريه بهامش ربح، يخلي المحافظه ترجع فلوسها، ويخلي الشباب يرجعوا فلوسهم، ويخلي العمال ياخدوا اجرهم، ويعملوا كمان هامش ربح للعمال ولاصحاب المصنع. كلام جميل. واخد بال حضرتك؟ وتم بالفعل ده تنفيذ الكلام. وتم بتنفيذ يعني اشترى ودفع والولاد قبضوا وكسبوا. بقول لحضرتك هو ماضي بروتوكول، يعني ماضي عقد ان هو ياخد الحاجات دي على مدار 3 سنين. فهنا هو خلى فيه الشباب وهم بيمضوا على القرض ومعاهم عقد في ايدهم بالناحيه الثانيه ان هم ضامنين يسوقوا على مدار 3 سنين، هم ضامنين ان هم يسددوا القرض، مش هيتحبسوا. هو انا بعمل لحضرتك مفاجاه ان فاضل بيه معانا على التليفون عشان يعني نشكره احنا كبرنامج. ومهندس فاضل مرزوق بنرحب بحضرتك، اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك يا احمد بني، واهلا بضيوفك الاعزاء الدكتور عبد الفتاح. اهلا بيك، والله احنا في سيره حضرتك بكل خير، فعايزين برضو نسمع التجربه من حضرتك. يعني انا بشكر الجميع يعني ان هم اتاحوا لي ان انا اتكلم عن التجربه. هي التجربه فعلا زي ما الدكتوره عبله قالت انها كانت وليده الفكره من 5 سنين، واحنا كاصحاب مصانع ملابس جاهزه بنواجه مشكله النهارده من 2009 و2010 لما الاستثمارات في صناعه الملابس الجاهزه زادت، مش لاقيين عماله بسهوله، والعمال بقت تعزف انها تيجي من بلاد ومحافظات زي الفيوم، زي القليوبيه، زي كفر شكر، زي. فالنهارده عايزين نلاقي عمال، عندنا مكن ومش عارفين نلاقي له عماله، وعندنا فرص كبيره جدا للتصدير، ولكن للاسف مش قادرين نستغل هذه الفرص بسبب عدم وجود العماله. ففكرنا ازاي نروح للعامل بدل ما نجيب العامل، وزي ما حضرتك قلت يا احمد بيه، بدل ما مواصلات وطرق ودفع عربيات وبنزين بتحرقه عشان تنقل العماله وكل هذا، طب ما انا انقل مصنعي زي ما خالد بن يوسف قال، المبنى معمول ب1,000,000 جنيه، والمكن ب 750 800,000 جنيه، بيديله 800,000 جنيه، لحق نقل العامل النهارده لا يقل عن 250 جنيه. يعني طب باشمهندس معلش اقاطع حضرتك، هو هل يعني انا دايما البرنامج بيطرح فكره هو المشكله فين؟ احنا عندنا نقص عماله ولا عندنا بطاله؟ فيعني السؤال بقى في النقطه دي، هل العامل الجغرافي فقط هو السبب في نقص العماله؟ لا، احنا عندنا بطاله، للاسف احنا عندنا بطاله مقننه. الوظائف موجوده، اغلب واقدر اقول لك 90% من المصانع المصدرين، وهتكلم على القطاع بتاعنا احنا كملابس جاهزه، بنعاني من مشكله عماله من سنه 2008 2009. يعني العامل مش عايز يروح مصنع بعيد ولا في اسباب اخرى؟ العامل اول حاجه مش عايز يروح مصنع بعيد، ثاني حاجه عنده فرص افضل، يعني مثلا العامل يفضل يحب يروح يشتغل مثلا في كافي شوب، يحب يشتغل للاسف الشديد على توك توك،
النهارده العامل لما يروح ياخد يشتغل على توك توك بيطلع له 100 جنيه في اليوم 150 جنيه في اليوم. اضرب 150 جنيه في اليوم ب 25 يوم بتتكلم انت اولموست 3250 3500 جنيه. والعامل مش عايز يبقى ديسيبلين يدخل مصنعه الساعه 8 الصبح يشتغل 8 ساعات عمل وياخد بعضه ويروح. لا شغال على سواء توك توك ثقافه يعني هي برضه مشكله الثقافه وان هو يعني هي ما اشتغلش عند حد يعني. تمام. عنوان المهندس فاضل مرزوق نائب رئيس مجلس إدارة شركة جيزر، نشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا المجهود الرائع، ويا رب يكون رجال أعمال مصر كلهم زي حضرتك ويتدخلوا لحل هذه المشاكل. ومعانا برضو طالما بقى شكرنا سيادة اللواء دكتور رضا فرحات محافظ القليوبية الأسبق ومحافظ الإسكندرية الحالي. أهلا بك يا سيادة المحافظ. أهلا مساء الخير يا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بحضرتك فندم. سيادة المحافظ أنا سمعت عن مجهودات حضرتك في يعني في المشروع الجميل ده، وبان انا اسكندراني فاحنا عايزين مشروع زي في اسكندريه بقى. احنا اللي هنعمله. والله انا داعي الدكتوره عبله وداعي يعني من بقالي شهرين اهو مستني الزياره ومجهز الارض وكل حاجه وجاهزين للمشروع. انا بقى عندي خبره اكتسبتها منهم اتعلمت منهم خلاص الصنعه. الصنعه طلعت خلاص يعني خدنا منهم الموضوع بالنسبه لي خلاص يعني انا ممكن اعمله بس مش هعمله لما تيجي الدكتوره عادله والسيد النائب خالد يوسف. طبعا تحياتي ليه. اهلا بيك. انا عايز بس الاول اوجه شكر طبعا للدكتوره عادله والسيد النائب وللبشمهندس فاضل مرزوق. و اولا يعني طالما ان هم حد يمشي وتشكر يعني دي فالحمد لله ان هم يعني وجهوا لي الشكر دي في حد ذاته ده تكريم ليا. الحاجه الثانيه ان انا شايف اللقطه دي انا عايز اقول لك ان انا بكيت لان كان نفسي ابقى موجود جوه المصنع وهو شغال. يعني كان اللقطه دي جميله جدا ومعبره انا شايفها في التلفزيون دول ولادنا وانا يعني سعيد ان هم دلوقتي اول ما كان شغال وداير في وفي حد كمان لازم نشكره جدا من سيادة اللواء كامل الوزير الهندسي لانه يعني نفذ المصنع في زمن قياسي مصانع 13 مصنع يعني وكان معانا متساهل لاقصى درجه والاول مره الهيئه الهندسيه تشتغل ما تاخدش فلوس. بدات يعني انا قلت لهم على بال ما ادبر الفلوس بداوا نزلوا استلموا المواقع وقسطوا لي الفلوس كمان ودي كانت يعني مبادره. طبعا احنا كلنا عشان نشجع الولاد والشباب برضه الفكره دي زي ما بقول لحضرتك دي فكره العداله الاجتماعيه بمفهومها اللي هو ان الدوله ما تساعدش الناس يعني تدي له حاجه في ايده او تدي له دعم. لا احنا بنساعده ان هو يتعلم ازاي يتحول الى شخص منتج وطاقه ايجابيه في المجتمع ويتحمل ريسك ان هو ياخد قرض والدوله تساعده. فكره الثقه اعاده جسر الثقه ما بين الحكومه وما بين الجهاز التنفيذي والمواطن. دي اللي عملها يعني لعب فينا الدور ده وكان مؤثر فيه جدا سياده النائب خالد يوسف. في تحيه برضه للسيد رئيس الوزراء لانه وافق لنا على الايجار الاسمي او الايجار الرمزي ووافق لنا على والله يا سياده المحافظ نتمنى يكون ده توجه الدوله في جميع المجالات ويعني يعني باسم البرنامج وباسم الدكتور عبله والاستاذ خالد كلنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على المجهود ده ونتمنى ان تواصل هذا المجهود في كل مكان تروحه وتوصل اسكندريه. ان شاء الله ان شاء الله. حضرتك يا فندم شكرا جزيلا سياده المحافظ. بعد ما سمعنا اصحاب المبادره وسمعنا المسؤول وسمعنا سياده المحافظ تعالوا بقى نسمع التقرير والناس هناك في القليوبيه بيقولوا ايه. احنا دورنا بنيجي ندرب العماله ونرفع كفاءتها وندهم بالشغل بنوفر لهم مرحله كبيره جدا ان هي ان احنا بنديك شغل للتصدير في نفس الوقت بنرفع كفاءتهم وبنعلي مستوى الجوده وبنشغل عماله. احنا لحد دلوقتي احنا مدين حوالي بقى شهر ونص شغالين في تيشيرت كان الاول كبدايه محلي ثم بنصدر دلوقتي مع شركه جيزه للغزل والنسيج مع المهندس فاضل مرزوق. التيشيرت ده دلوقتي انا باخد مصنعيته بس مش اكتر لان انا في بعد انا هعمل شغل لنفسي ولوجو لنفسي وسمه تجاريه لنفسي هتبقى حاجه كويسه قدام في ظل الظروف اللي احنا فيها دي حاجه كويسه على البطاله. انا مشكلتي بس هنا كهرباء وعماله في ارياف جديده بنبدا فيها ما فيش فيها عماله مدربه بنبدا ندرب تاني محتاجين عماله اكتر واكتر عاملين اعلانات مشكله الكهرباء اللي بتقطع فالمحافظ ان شاء الله قدامه تاني ان هو يحل لنا مشكله الكهرباء دي. بدايه المصنع كان الاول حاجه بيدوروا على المسؤولين اللي يمسكوا المصنع فعملوا برضه اعلانات تقديم مع المسؤولين عن اللي هنا اللي يمسكوا المصنع وشرط فيهم انهم يكون عندهم الخبره في المجال ده. وكان اللي يمسكوا المسؤولين اللي يمسكوا المصنع اربع مسؤولين واحد مالي واحد اداري واحد فني
واحد تسويق، وكل واحد قد ما يكون عنده خبره سابقه بالمجال اللي اشتغل فيه. احنا نزلنا عماله مدربه وعماله خبره عندنا، فباذن الله عملنا اعلان ان احنا نعمل تدريب داخل المصنع لعماله جديده، وندخل عماله جديده داخل المصنع باذن الله، ونحاول ندربهم ونجهزهم على اساس ان هم ينزلوا شغل داخل المصنع، وفي نفس الوقت عايزين نزود مكان ونزود خطوط ونزود الانتاجيه بتاعتنا. احنا عندنا الحمد لله عندنا كمان حاجه كويسه جدا، يمكن قسم القص بادئين بحاجه يمكن ما بتحصلش كتير، ان معديين نسبه 5% اللي هي بتشتغل في كل المصانع. يعني احنا عاملين قسم القص صم وبوب، فده طبعا بحيث انهم يندمجوا في المجتمع ويشتغلوا، وده طبعا بيشيل عنهم عبء كبير جدا انهم غير مندمجين وبيشتغلوا في سياق مناطق اخرى، وعندنا بنقدر نتعامل معاهم لانهم عندهم فكره بالشغل. والله حاجه تفرح، يعني بحس كده في امل طالع من عيون الناس اللي بتتكلم، في شباب عندها استعداد تموت نفسها او مشروعه ملكهم عشان نبقى يعني حليناها. دكتور عبله ايوه كلميني اكتر عن المشروع، يعني ايه تاني؟ انا عايز اقول لك على كذا حاجه الحقيقه. اولا طريقه اختيار الناس دي تمت من خلال اعلان، جالنا ناس بسطاء جدا ما عندهمش اي حاجه خالص غير عزيمه ورغبه في ان هم يعملوا حاجه. الانترفيوهات بتاعتهم احنا نفسنا حضرناها، المحافظ حضرها والنائب خالد وانا حضرتها، يعني حتى طريقه اختيار كانت الانترفيوهات ما كانتش مجرد قرعه بقى لا 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 مقدم والكلام لا 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 مفيش حاجه من دي خالص عشان المشروع ينجح، عشان المشروع ينجح بالظبط لازم ناخد ناس مؤهله طبعا بالظبط. وكان واخترنا ان كل مشروع يبقى فيه اربعه مسؤولين عنه، واحد اداري وواحد فني وواحد تسويقي وواحد مالي، ومقصود ان يبقى اربعه عشان يبقى اربعه هم اللي مالكين المشروع. اتدربوا تدريب عالي جدا على الاداره، وساهموا في اختيار الناس اللي بيشتغلوا معاهم. البيزنس موديل نفسه جيد جدا لانه يعني متكامل الاركان. انت بتتكلم على مصنع الحكومه اللي بانياه، المحافظه اللي بانياه، مكان البنك جايبه، متاجر للشباب، انتاج متسوق، هم اللي يملوك بالظبط، وانتاج متسوق بالظبط. والاتفاق اللي هو بتاع 3 سنين ده ممكن الشباب لو عايزين يخرجوا من التعامل مع فاضل يخرجوا، لكن هو لكن هو لازم يستمر معاهم ال3 سنين. الجوده ما فيش فيها مشكله لان هو بيشتري المنتج، فالناس بتوعه واقفين يحافظوا على ال. طب البنك فايدته كام في الميه؟ الفايده بتاعته 5% متناقصه، يعني 2.5% فلات. والبنك الحقيقه البنك الاهلي تعاون غير عادي، والبنك المركزي دور رائع صراحه في دعم المشروعات الصغيره. يمكن هو انا شايف ان هو اكثر البنوك ايجابيه او يعني مصر على اختراق مشكله المشروعات الصغيره الحقيقه هو والبنك المركزي كمان، وكانوا حريصين انه يعني البنك الاهلي راح بحاله للمحافظه يقعد مع الشباب، ودي عمرها ما بتحصل، ما دفعوش حاجه خالص كضمانه. ده تحقيق حقيقي للعداله الاجتماعيه، العداله الاجتماعيه السليمه اللي تحقق حراك اجتماعي، يعني يخرجك من دايره الفقر للدايره الاعلى، مش مجرد ان انا اخليك تعيش احسن جوه دايره الفقر. يعني طبعا بقى من دايره الفقر لدايره كفر شكر، اشمعنى كفر شكر؟ لا هو انا لما الدكتوره عبله قالت هذا المشروع ده كان من اكثر من 5 سنين فكرت فيه. اللي خلى المشروع يجري بصراحه انها كلمت عرضت المشروع على السيد الرئيس، والسيد الرئيس رعاه وقال لها جهد وشوفي امكانيات الدوله خديها زي ما انت عايزه، لانه حس بان المشروع ده هو اللي ممكن يحل لنا مشكله البطاله، او النموذج ده لو نجح ممكن يتعمم فيحل مشكله البطاله. يتعمم بقى في كل الصناعات حضرتك شايفه؟ كل الصناعات بقى، يعني احنا بنتكلم دلوقتي في الدقهليه هنعمل فيها صناعات هندسيه. في بلد تانية ممكن تبقى صناعات غذائية، الصعيد يعني هتبقى غذائية، يعني كل بلد على حسب البيئة بتاعتها. انت هنا بتخلق فرصة عمل للشاب جنب بيته او للشابة جنب بيتها، لو خدت ال1000 جنيه بيبقى ابرك ليها بالبلدي كده بلغة كفر شكر، ابرك ليها من 2000 جنيه بر، لانها بيتبهدلوا في المواصلات وبيتعبوا جدا 4 ساعات رايح جاي، وبيصرفوا كمان فلوس اكل وشرب لانهم بعيد عن بيتهم، جنب بيتهم ممكن يروحوا في البريك يتغدوا في بيتهم يرجعوا، لان المصنع جنب بيتهم، ودي فلسفه المشروع. فهي دي ثقافتنا كمصريين، احنا عايزين نسكن ونتجوز ونشتغل وكل حاجه، بس على فكره مربع هي فكره اقتصاديه كيلو متر واحد، يعني هي فكره اقتصاديه هايله، لان انا بوفر كمان المواصلات، ويعني الترافيك نفسه، يعني لو جاله شغل ب 1500 جنيه لو ده ب 1000 يبقى ده اوفر له. خد بالك من حاجه، ان هذا المشروع كمان ارباحه في جزء منها اللي هي ال 10% بيتوزع على العمال غير مرتبهم،
ده كمان ده خلي العامل طبعا يموت نفسه ان المصنع يكسب مش مجرد ينتج وياخد 10% بقى مش زي اي رجل اعمال ممكن في الاخر يقول لك والله خسرت وما فيش ارباح لا بياخد 10% التأمينات يعني كل اللي شغالين دول مؤمن عليهم اجتماعيا وصحيا زيهم زي القطاع العام مصنع رسمي هم شغالين بمنطق القطاع الخاص بس بضمانات القطاع العام فهنا انت محقق لهم الامان طب عايز اسال حضرتك على حاجه حضرتك بدات كلامك بسياده الرئيس ليه في مصر كل حاجه متوقعين فيها تحرك سياده الرئيس او رئيس الوزراء هنفضل لغايه امتى بنبحث عن توجيه بناء على تعليمات سياده الرئيس طب سياده الرئيس لو كل الاحترام والتقدير بس هو هيعمل ايه ولا ايه يعني للاسف للاسف ما كانش هيمشي المشروع غير كده طب وبعدين ما هو لا بس هو بعد كده انا اعتقد ان هو بنجاحه في اول مره تكراره بعد كده مش هيبقى يعني بالضروره ممكن يبدا تحت رعايه الرئيس لكن بعد كده لازم يبقى فيه هو كل محافظ عنده مجموعه يحصل منافسه بين المحافظين وبعض عملت ايه السنه دي عملت مشروعات كذا عرضت على البطاله في كذا هي كانت الفكره ان احنا نحط حاجه على الارض تكسب وتشتغل منظومه تشتغل فساعتها احنا يعني ابتدى المحافظين هم اللي يقولنا والنواب التانيين هم اللي يقولنا يقولوا لنا تعالوا عايزين نكررها في الاماكن حد من النواب طلب من حضرتك مجلس الشعب كتير جدا كتير عرفوا من التجربه عندهم بص ما فيش تقريبا نائب يقابلني الا بيقول لي عايزين نعمل المصانع اللي انت عملتها في كفر الشكر اللي احنا عملناه في كفر الشكر هو اللي هيقضي على مشكله البطاله انت ما بتوفر 250 فرصه عمل في قريه صغيره كام واحد عاطل في القريه ديت بالكتير 1000 2000 ف 250 فرصه عمل يعني انت يعني فتحت 250 بيت في 3 4 انفار يعني انت يعني طلعت كده 2000 بني ادم من دايره الفقر وعلى فكره طول. لو حضرتك تفتكر كفر الدوار وغزل المحله وكل المشروعات الصناعيه القديمه لما كانت ناجحه في بدايتها كانت قايمه على كده يعني كان سكان كفر الدوار ساكنين كفر الدوار بينزلوا يحشوا يعني كانت دي حاجه كويسه او حاجه ما هي اللي هي انا رايي ان البطاله في مصر مش هتعرف تحلها غير بمشروعات صغيره ومتوسطه او متناهيه الصغر كمان يعني متناهيه الصغر صغيره متوسطه طب بمناسبه متناهيه الصغر وممكن السؤال ده يكون برضه للدكتور عبله او هل من مصلحه الشباب ان انا اجمع اربعه واعمل لهم مشروع بمليون جنيه ولا ان انا اعمل مثلا ورش صغيره في البيوت زي مثلا خمس ست مكانات 10 مكانات وبرضه انتاجهم يتسوق ويبقى المخاطره اقل من كده يعني انهي اكثر اللي مطلوب اللي مطلوب اكتر للاقتصاد هو المصنع الاكبر لانه المتناهي الصغر بيكافح الفقر بتوع الافراد اللي بيشتغلوا فيه لكن المصنع اللي هو الصغير والمتوسط هو ده بيسد الفجوه اللي عندنا موجوده في الصناعه اللي هي فيها مكونات الانتاج والكلام ده وبيخش في الاقتصاد الرسمي كمان يعني بيخش بالظبط تاني بيبقى ست حضرتك في مجلس النواب هنعمل ايه في يعني ايه الحل في موضوع الاقتصاد غير الرسمي في مصر؟ ان انت تعمل قانون المشروعات الصغيره والمتوسطه. وايه تاني؟ عندك اشياء كثيره تسهل تعمل قانون التراخيص، تسهل البيروقراطيه اللي موجوده في قانون التراخيص. قانون التراخيص بيتبع ما يخليش حد يعرف يرخص كشك السجاير. واخد بال حضرتك فانت لو انت قسمت ظهر البيروقراطيه بدل ما البيروقراطيه هي اللي قاسمه ظهر البلد انت هتقدر تدخل 80% من الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي. طيب ما هو ماشي يعني قانونين صغيرين هم انا قلتهم لك واعتقد الدكتور عبله ممكن طب ليه ما نضيقش يعني نضيق الخناق زي ما بنقول على الاقتصاد غير الرسمي بمعنى فاكر حضرتك تجربه البطاقه الشخصيه الجديده لما قعدنا نقول ما فيش بنك يصرف تروح تقدم في حته لا والله عايزين البطاقه الجديده ليه ما نضيقش على الناس دي نقول اللي ما عندوش او مش من ضمن الاقتصاد الرسمي ما عندوش بطاقه ضريبيه وسجل تجاري يجي يسجل حاجه لا والله مش هنسجل دي لازم تسجل باسم شركه ما انا بقول لحضرتك يعني عايز تدبح عليهم شويه ما انت عايز ما انا اقول لحضرتك اهو عايز تدبح الناس ادبحها لما تبقى انت ميسر لهم يعني ما بقاش انا عملت له كل التعقيدات بتاعه التراخيص ديت يعني عشان الاول نسهل بعد كده سهل وبعدين اقطع الرقبه اعمل حاجات كارير مظبوط ومنضبط وعلمي وفي مرونه وفي عداله في ذات الوقت والتزام بالقانون وبعد كده اللي يخرج عنه اذبحه ولكن انت لما تعقد لي الدنيا وتخليني عارف ادخل الكهرباء وعايزني وتقول لي كمان لو دخل لو عملت انا هذبحك الناس مش ناقصه تمام طب البنوك بقى دكتوره لا خليني معلش عايز اضيف حاجه هنا اللي هيخلي القطاع الغير رسمي ينتهي انك تخلي قطاع رسمي شغال كويس ما هو لو شايف الدنيا ماشيه كويس في قطاع رسمي كان دخل فيه كضرايب وتامينات ومشاكل وبعدين مش الحل كمان ان انت تقول طب تعالى وانا هعفيك من الضرايب هو اصلا ما بيدفعش ضرايب طب تعالى وانا هو طب ايه الاغراءات اللي عاجبه الاغراء اللي هو محتاجه ودي بالدراسه اتضحت هو عايز يشتري مكنه جديده عايز يشتري حاجه التمويل بالنسبه له صعب جدا بيروح يجيبه بيدفع فايده 30% لانه غير مرخص فلو انا قلت له انا هديك تمويل قريب من اللي هو بتاعه مبادره ال 200 مليار بتاعه البنك المركزي لو جيت لي
وتدفع ضريبه، هتدفع ضريبه ما يسمى بالضريبه المقطوعه اللي هي رقم ثابت ايا كانت ربحيتك. هو عايز يعرف بس راسه من رجليه، ودي له فتره يأقلم نفسه. طب هل ده في حيز التنفيذ ان انا هعمل هذا هذا المقترح هيطلع طلع يعني بقاله فتره كمان من المجلس الاستشاري يعني تحت الدراسه، بس لازم يخش بسرعه لان ده حلها، ما لهاش حل تاني، انك تحسن الاداء في القطاع الرسمي وانك تديله اللي هو محتاجه، اللي محتاجه التمويل، اي حاجه تانية ما هياش بالنسبه له. طيب حاجز الحاجز النفسي مع البنوك، المواطن المصري معتقد ان هو هيخش البنك يا هيخش السجن في الاخر، يا اما البنك مش هيرضى يديله القرض. هقول لحضرتك حاجه، التجارب يعني المريره السابقه في جهات كتير مخليه عنده فعلا عنده حق يبقى عنده بص يعني الخلفيه دي. الشخص معذور الى حد كبير، البنوك عندنا ما هياش لحد النهارده مجهزه ان هي تتعامل مع المشاريع الصغيره، بيبص المشروع الصغير كانه مشروع كبير بس مسخوط مثلا، واخد بالك؟ بيبص عليه بنفس الضمانات. منطق المشروع الصغير مختلف خالص، وده على فكره موجود في وظيفه جنبيتك، يعني الضمانه بتاعت المشروع هنا مبنى البنك هي مش بلا مبنى ولا ارض، المشروع نفسه. يعني هو رايحين البنك بفكره مشروع بدراسه جدوى جاده، خدوا على اساسها القرض. طب انا في احد اقسام الائتمان في بنك قال لي انا اوجع دماغي ليه ونفس الملف ب 500,000 جنيه مشروع صغير، ممكن اضيع نفس المجهود في مشروع تاني ب 50 مليون. ايوه، ما عشان كده بقى في دور للبنك المركزي وفي توجيه للبنوك ان هي تخصص مبالغ معينه للمشاريع الصغيره. وعشان كده لو حضرتك تفتكر وقت مؤتمر الشباب اللي قاموا قالوا دول بيطالبونا بان احنا يبقى عندنا 3 4 سنين خبره، قلت لهم هاتوا الحالات وانا هرجع بيها للبنوك لان مش ده الاتفاق. فالكالتشر بتاعت البنك، ثقافه البنك محتاجه تتغير فعلا. البنك المركزي هيجبر البنوك على تخصيص جزء من محفظتها. هو اجبرهم فعلا ان 20% من المحفظه بتاعتهم خلاص في خلال 3 سنين. ما هي دي قصه ال 200 مليار. قصه ال 200 مليار ان 200 مليار يخصصوا لهذه المشاريع، مش داري البنك عنده لازم يوظفهم. فكل واحد يعني البنك الاهلي بيتابع بصفه مستمره هو دخل في انهي نوعيه من المشاريع. عشان قانون الافلاس، قانون الافلاس ضروري، لان قانون الافلاس برضه الحاجات اللي لازم تتطور. والسؤال اللي بيساله، هخش السجن ولا لا؟ يعني لو ما دفعش وتعثر، مين اللي ما دفعش؟ الشاب نفسه نفرض عمل مشروع هيتحبس لو ما دفعش. احنا بقى هنا ميزه هذا المشروع ان مفيش مجال ان انت تتحبس اصلا، يعني المشروع ده اللي هيعمله مفيش ريسك ولا 1%. بنك مش هيمضيه على شيكات ويمضي مراته وحماته وحماته غريبه، هو مضيه بالفعل. لكن انت متى انت انا مسوق لك منتجك على مدار الثلاث سنين بتوع زمن القرض، وبالتالي انت ضامن ان انت هتجي لك الفلوس اللي خلاك. في اسوء الحالات، ما انا يعني مش عايز اقول للناس الجانب المضيء احنا شفناه، الجانب المظلم، حصل شيء ما والمشروع ما نجحش لا قدر الله، الشباب ده يعني هيتحاكم جنائيا ولا ماليا؟ لا مش ممكن يفشل. يا احمد بيه مفيش حاجه اسمها يفشل. متى انت عملت دراسه جدوى مظبوطه، يا مشروع زي اللي احنا بنقول عليه محققين، اولا احنا مدربين العماله اللي قدامك ديت اتدربت ببلاش، واللي دفع تكلفه تدريبها منظمه العمل الدوليه وترين تاكس ومجلس التدريب الصناعي. انا دربت العمال، دربت الاربعه شباب اللي هم هيديروا المشروع ويملكوه، دربتهم على اعلى مستوى ووديتهم المصانع اللي هي نفس الانتاج عشان يقعدوا فيها يترزعوا بالثلاث شهور يتعلموا الحكايه بتتعمل ازاي من A to Z. علمتهم كويس، وبعدين جايب لهم مهندس جوده من المصنع بتاع المهندس مثلا فاضل اللي هياخد منهم المنتج، عشان ابقى ضامن ان الطلبيه دي لما هتروح مش هترجع، ما يطلعش فيها ديفوهات. مهندس من عمد فاضل موجود بيراقب الجوده وبيحسن اداء، عايز افهم هيحصل ازاي وانا ضامن ان انا اشتري منه. بقى نطلع نسيب بقى ست النائب خالد يوسف، والسؤال الاخير للمخرج خالد يوسف. ده قبل ممكن قبل المخرج خالد يوسف عايز اقول بس حاجه، لو حصل تعثر في المشروع هيحصل في الفترة اللي هو واخد فيها القرض اللي هي 3 سنين، اللي هي بيدفع فيها إيجار اسمي للمحافظة عشان خاطر عيب مبقاش عليه جامد، واللي الشركة الراعية بتشتري منه. فالفرص بتاعة يعني الفشل، فرص التعثر قليلة. التعثر هيحصل لو حضرتك بتعمل الآتي كدولة، انك تبني تعمل مباني وبعدين تجيب الشباب وتقول لهم تعالوا ابتدوا مشاريع، ويروحوا هم عاملين اللي هم عايزينه ويغرقوا. هو ده الفشل بقى. لكن هي الفكره هنا المنظومه المتكامله دي ما تعملش حاجه. ارجع بقى المخرج خالد يوسف. نعم خلينا في وظيفتك جنبيتك احسن. حضرتك متهم بتقديم افلام عن العشوائيات، فهو السؤال هنا، هل السينما مطلوب منها تعكس الواقع ولا تحسن وتجود من الواقع؟ عايز يعني كلام جد يعني؟ امتى الاقي فيلم زي سنبل؟ فاكر حضرتك سنبل؟ يعني فاكر سنبل وفاكر عبد الغفور البرعي، النماذج اللي هي كبيرة اللي بتكون نفسها. احمد بيه اتفضل. دي قضيه كبيره قوي.
اكيد مش هتنفع في كلمتين، بس انا هقول لك باختصار لو انت عايز تتكلم على الفن، الفن اللي هو بيرصد الواقع، عشان تكون بقى يعني عايز كان كلام علمي يعني، لا هو بيرصد الواقع ولا هو بيجمل الواقع ولا هو بيسود الواقع، الفن حياه اخرى. لا يعني احنا دايما يقولوا لنا زمان مثلا اريد حلا هو اللي صلح ما اعرفش قضيه المراه فين، جعلوا لي مجرما هو اللي عمل ما اعرفش قانون السابقه. يعني احيانا السينما بتغير الواقع. طب امتى نلاقي فيلم الواقع يدي الشباب الامل؟ الواقع والفن بينهم ديالكتيك، بينهم تاثر وتاثير، ومش شرط ان انت تعمل فيلم عن مثلا العشوائيات ان انت كده بتسود الدنيا. ممكن تكون باصص اولا مثلا فيلم زي حين ميسره، تحدى حد هذا يشوف الفيلم ويبقى خارج مش حزين على الناس دي. في افلام ممكن تتعمل عن الفقر تبقى خارج قرفان من الفقراء. انا بحب الفقراء، فلما باجي اصورهم بخليك تقول مين المجرم اللي خلاهم يعيشوا في الجو ده، عايزين نصلح ده، عايزين نخرج الناس من قهر الفقر. عايزين لنا ما بتخرج ما بتخرجش ابدا بقى. عايزين لنا حلقه عن السينما مع المخرج خالد يوسف مش مع النائب خالد يوسف. ماشي يا فندم. نشكركم شكرا جزيلا ست النائب خالد يوسف دكتور عبله عبد اللطيف، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا.